السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الإخوان، حياكم الله، مرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد. هذه السيارة الرائعة جدا، رانج روفر 2015 شهر 7، امبورتي نيف، سيارة مليحة مليحة بزاف. اوتوبيوغرافي سيارة مريحة بيان سور. اللي كيعرف الاوتوبيوغرافي راه كتجيب كاع لي زوبسيون عامرة ديال رونجو. نصوروا الشكل الخارجي بعد غنوريكم الداخل. بلاكة الرباط طبعا، هانتو يا اخوان اوتوبيوغرافي راه كتجيب العمورية كاملة كما قلت لكم. السقف مفتوح حتى الاخر، بانوراميك، كوير طابة، فولا عامرة بيان سور، كرسي بالميموار بالضو. انا باش ما نطولوش الفيديو، لي زوبسيون ديالها كرسي جداد، السيارة مليحة، السطح في الكحل، لا اللور لا القدام، غارنيتور جديد، مليحة السيارة. شوف كراسي اللور تما كيتريكلو، هادو اش كنشعلو هاد الدلاع، كيشعلو بالتيليكوموند هاد، كتشعل بهاد التيليكوموند، حتى الاخر كيشعل، اش كدير لهيه؟ كيشعل هذا، هادو راه دوريجين، هادو ماشي راكبين، راه معاه هادي دوريجين. باش منطولوش الفيديو، الجوانت فيها كونتينونتال، هو 22، جوانت كحليب. بيان سور الكوفر كيتحل بالضو، هادي كتمشي هنا، نوريكم السكور، موكيت جديد، اونفيرون كيليان كيليان بزاف. بلاكة الرباط كاع اللي بيبان نقي، حتى الكرسي اللي من هنا ديال الكونديكتور كتكون فيه حتى هو الميموار ديال كيتريك بالضو كذا. بالنسبة للكيلومتراج ما ذكرتوش، ضاربة 138000، 138. نشوفو الموتور، الموتور ديالها نايض بحال ليسانس، ما كتسمعوش كاع. انا ما بغيتش نبقى نديطايف ديك لي زوبسيون اللي فيها، لكن اللي كيعرف الاوتوبيوغرافي راه يعرف لي زوبسيون اللي كتجيب كامل، السقف والكوير بزاف ديال البيبان فيهم الشفط، يعني فيهم سبيراتور، غير كتقيس الباب كيتسد وحدو. الموتور ساكت اللهم بارك، بحال تقول ليسانس. كما قلت لكم اللي بغاها مرحبا، نعطيه مزيد من التفاصيل ان شاء الله. اللي بغاها يتواصل معنا، هذه الاوتو مرحبا، قدام مسجد بدر.